خوتي المغاربة اللي داخل الوطن وخارج الوطن، تحية خوتي المغاربة خوتي المسلمين اللي خارج الوطن وداخل الوطن، المغاربة الأحرار اللي هما الأسود. سمعنا خوتي الخبر ديال خويا حمزة اللي هو مات شهيد على بلاده مدينة سمارة، الله يرحم خوتنا الناس اللي ماتوا في سمارة ويرحم جميع أمة المسلمين. شي الدري هذا مات شهيد حيت نتوما ما قديتوش على الجيش المغربي، الجيش المغربي هو العسكر الأسود، ما قديتوش عليهم، نتوما تقتلوا في الشهداء ماشي حشومة عليكم. هذه رسالة للانفصاليين، أي انفصالي وأي انفصالي تنكررها، الصحراء فوتها حيت شتو المغرب مستقبل كبير، حيت شتو المغرب في كأس العالم عيط للضفي العالمية، المغرب دخل العالمية، بقى فيكم حرقة. الله يغلبنا على أعداء الوطن، والله ينصرنا على أعداء الوطن، راه أعداء الوطن والانفصاليين الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتي شو قال لنا؟ قال لنا تصنتوا ماشي نفرقوا، وهذيك الصحراء راه مغربية وليس من الغربية. دري خويا حمزة مات شهيد، والله يصبر والديه ويصبر الأب ديالو ويصبر خوته ويصبر الأصدقاء ديالو، ومع احتراماتي خوتي المغاربة رجال ونساء. وكنا نقول كل خي نور الدين، شنو هو الإحساس ديالك بسمعتي هذه الفاجعة وقعت؟ أنا الإحساس ديالي، الإحساس ديالي هاد الدري هذا حمزة ود بلادي ود مدينتي، عزيز عليا وصديق ديالي، ومن 2016 ما جاش المغرب، تدخل 2023 يلا ضرب 8 أيام ضرب 5 أيام مدينة سيدي حياة سافر هو الأم ديالو، وتصور أنت باش تسافر أنت والأم ديالك وتخلي الأم مسكينة راجعة بوحدها، راه أمو مسكينة ربي راه ربي اللي عالم بها، حنا كنا ربي اللي عالم بينا. كيف ما كان الحال خويا حمزة الله يرحمك ويرحم جميع المسلمين، مسكين قلوبنا معاك أخويا، قلوبنا معاك وقلوبنا مع خوتي المغاربة كاملين. خويا نور الدين الإحساس ديال العائلة ديالو كيفاش كان؟ تنقول لك واحد الحاله على يرتلى خويا، حزينه وكلشي قلبه مقطع من جهه خويا حمزه، ودري مسكين يلاه رحمه مسكين، يلاه مسكين بغى اول دخله وقال عنده وقال للمغرب بغى يكون المستقبل ديالو، يلاه خاطب قلنا ان شاء الله يتزوج ويدير وليدات ويفرح قدام والديه، وللاسف ما كسبش الحمد لله. كيف ما كان الحال، كيف ما كان الحال خويا حمزه مغربي، وحنا كنا مغاربه وكتلاطوا على خوتنا المغاربه، وديما الله الوطن الملك والملك الملك والملك 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 وديما عاش الملك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.